الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الساحرين ولا عدوان إلا على الحاسدين ولا عدوان إلا على الأشرار والشياطين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. الله أكبر من جميع خلقه الله أكبر من جميع خلقه. الله أعز وأعظم من جميع خلقه الله أعز وأعظم من جميع خلقه. الله أجل وأقدر من جميع خلقه. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحرة وحده وهزم السحرة وحده. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك. والله يشفيك من كل داء من كل داء يأتيك من كل داء يأتيك. من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين.
بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل سحر يؤذيك، بسم الله أرقيك من سحر الأرحام، من سحر الأرحام، من سحر الأرحام. بسم الله أرقيك من ربط الأرحام، من ربط الأرحام، من ربط الأرحام. بسم الله أرقيك من عقد الأرحام، من عقد الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل بلاء في الأرحام، من كل بلاء في الأرحام، من كل بلاء في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل مرض في الأرحام، من كل مرض في الأرحام، ومن كل سدد وتليف وورم في الأرحام، ومن كل سدد وتليف وورم في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، من كل عاشق سكن الأرحام، من كل عاشق سكن الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، ومن كل ساكن في أعناق الأرحام. بسم الله أرقيك من كل شيطان عاشق أو خادم لساحر أو عاقد أو رابط. بسم الله أرقيك، أعيذك بالأحد الصمد من شر ما تجدي وتحاذري، أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر،
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم هن لباس لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وجعلنا ذريته هم الباقين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
وتقطعوا أرحامكم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 من لساني يفقه قولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 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 سحر مستمر سحر مستمر يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهم بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموا فإنكم غالبون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا إنا لن ندخلها أبدا لن ندخلها أبدا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أخرجوا أنفسكم 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 اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 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 إنك من الصاغرين قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون 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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم 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 من قريتكم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لولوا إليه وهم يجمحون إن الله مخرج ما تحذرون
إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يخرج من بطونها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن
قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وهم صاغرون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلا فرارا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب 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 يخرج من بين الصلب والترائب إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا محيي يا مميت يا مبدئ يا معيد يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى نسألك اللهم بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استشفيت به شفيت أن تشفي الأرحام أن تشفي الأرحام من كل سحر ومن كل عقد فيه أن تشفي الأرحام من كل الأسحار والعقد ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض وعين وحسد وعين وحسد اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل كل سحر في الأرحام اللهم ابطل كل سحر على الأرحام اللهم حل عقد الأرحام كلها اللهم حل عقد الأرحام عقد الأرحام عقد الأرحام اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة وقتل الأجنة
وقتل الأجنة وقتل الأجنة. اللهم ابطل سحر النزيف، اللهم ابطل سحر النزيف، اللهم ابطل سحر النزيف، وكل سحر معقود، وكل سحر على المبايض عقدوه، وكل سحر على المبايض وأعناق الأرحام عقدوه، 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 ربطوه، ربطوه، ربطوه. اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط، اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط، اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط. اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، في الأرحام استقرت. للأجنة سقطت، للأجنة سقطت. اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، من إنس أو جان، من إنس أو جان، من إنس أو جان. اللهم احرق واقتل من سكن الأرحام والعورات، اللهم اخرج من سكن الأرحام والعورات، اللهم اهلك سكن الأرحام والعورات، اللهم اهلك من سكن الأرحام والعورات من عاشق الجان، من عاشق الجان، من عاشق الجان، من عاشق الجان، وخدام السحرة، وخدام السحرة، وخدام السحرة، وخدام السحرة. اللهم اخرجهم من الأرحام وسائر الجسد، وسائر الجسد، اللهم اخرجهم من الأرحام، اللهم اخرجهم من الأرحام وسائر الجسد بعزتك وقوتك وقدرتك. اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا، هب لها ذرية طيبة، هب لهم ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم قر نفسها، اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات، ببنين وبنات، واشفها أنت الشافي. اللهم أصلحها لزوجها، اللهم أصلحها لزوجها، وأصلح زوجها لها. اللهم أصلح ما بينها وبين زوجها، اللهم ألف على الخير قلوبهم، اللهم ألف على الخير قلوبهم. اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة، زيادة في المحبة، زيادة في الألفة والمودة. اللهم ابطل ما صنع السحرة، اللهم ابطل ما صنعوا، اللهم ابطل ما جددوا وعقدوا وربطوا، اللهم ابطل ما عددوا ونوعوا عليهم من أسحار. اللهم ابطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقوى العقد، اللهم ابطل كل عقدة تفرعت منها العقد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.